اللهم صل على محمد وآل محمد، فما هو إلا قليل. إذا قبل أبو الحسن عليه السلام، فلما بصروا به ترجل الناس كلهم هيبة له، فقال لهم أبو هاشم الجعفري: أبو هاشم الجعفري، أليس زعمتم أنكم لن تترجلون له؟ فقالوا: ما ملكنا أنفسنا أمام هيبته حتى ترجلنا، وشواهد تفوقه عليه السلام على الناس في العلم والفضل كثيرة لا يسعها هذا الموجز. ولذا كثر حاسدوه والحاقدون علي، لا لشيء إلا لما نال من العناية الإلهية والرفعة على أعلى مراتب الكمال، كما قال الشاعر: يا من إذا عدت مناقب غيره رجحت مناقبي، وكان الأفضل أن يحسدوك على علاك، فإنما متسافل الدرجات يحسد من على. قال الراوي: وعلى رأس أولئك الحسان والحاقدين عليه السلام، هم طواغيت عصره وملوك زمانه من خلفاء بني العباس، وخاصة المتوكل العباسي الذي عاصره الإمام عليه السلام حوالي 20 عاما، وهو الذي أخرج الإمام عن مدينة جده النبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد، واعتقله عنده في عاصمة ملكه سامراء، بزعم أن الإمام الهادي ينوي القيام عليه بثورة ضده. وبخروجه من المدينة فقد أهل المدينة إماما رؤوفا وأبا عطوفا، كان يتفقد أيتامهم وأراملهم ويعول فقراءهم ومساكينهم ويقضي حوائجهم، ولذلك ضجوا بالبكاء عليه يوم خروجه من المدينة، وقد ظهر منه عليه السلام في أثناء الطريق من الحجاز إلى العراق من الفضائل والكرامات والأخلاق السامية ما أدهش الملاسقين له، حتى دانوا بإمامته وشغفوا بحبه، ولما وصلوا به إلى بغداد الكرامة جابت الحيدر علامة، هذا نبرس الإمامة والفخر راية وعمامة، جنة طياب علي، جنة طياب علي، هذا بتراب علي، جنة طياب علي، هذا بتراب علي، قاتل بسيف العدا، قاتل بسيف العدا، مولد الهادي بدا والضوى بنوره تدا، مولد الهادي بدا طيور السعادة، والمحب حصل مراده، خيرة الناس، خيرة الناس علي، خيرة الناس غيرة وإحساس، خيرة الناس غيرة وإحساس، ثورة ضد أهل الردة، ثورة ضد أهل الردة، ثورة ضد أهل الردة، مولد الهادي سرور.
والألم يقضي بحضوره، فاطمة التربة تزوره، طبعة تعلج بينا صورة، صورة تفرح والحزن راح، صورة تفرح والحزن راح، تهمي قطرات الندى، تهمي قطرات الندى، تهمي قطرات الندى، يفرح بهاي المسية ويعلي حامل حمية، فاطمة الزهرة الزكية تنطي بالمحشر هدية، يفرح بهاي المسية ويعلي حامل حمية، فاطمة الزهرة الزكية تنطي بالمحشر هدية، تشفع هناك وتحضر وياك، تشفع هناك وتحضر وياك، تلقى جنة موردة، تلقى جنة موردة، تلقى جنة موردة، ذولا أصحاب الولاية والأمر بهم هداية، يغفر الباري الخطايا بيهم يكشف الغواية، ذولا أصحاب الولاية والأمر بهم هداية، يغفر الباري الخطايا بيهم يكشف الغواية، عد القرآن عد القرآن، حج ميزان حج ميزان، والحجج طول المدة، والحجج طول المدة، والحجج طول المدة، والحجج طول المدة، والحجج طول المدة.